الأسئلة: هل قررت يوما الخروج للتنزه؟ هل تعرف ماذا تأخذ معك وأنت تخرج لقضاء وقتا ممتعا مع أصدقائك في الصحراء أو الحدائق أو وسط السهول والوديان والجبال؟ كيف تتصرف في حال تعرضك لأي طارئ أو مستجد دون أن تكون مستعدا له؟ كونوا معنا لنتعرف على إجابات هذه الأسئلة وأكثر، والتعرف على ما يسمى بعلم مهارات البقاء. معنا ومعكم الشاب الجميل محمد شاهين. محمد، ازيك؟ واهلا بيك على موجات اذاعه مطروح وعلى الهواء مباشره. اهلا بيك استاذ محمد، اخبارك ايه؟ انا محمد شاهين، واحد سيوه ادتني المعرفه بتاعه مهارات البقاء، لان مهارات البقاء عايزه واحد يرتاد على الطبيعه كتير، انواع كتير من الطبيعه، فيها هنا بحيرات وفيها هنا صحراء وفي نخيل وفي ناس طيبه والناس هنا بتساعدني يعني لما بقع في ظروف صعبه. مهارات البقاء هي علم الناس بتستخدمه علشان يعرفوا يتعايشوا في الطبيعه. لا اسمعني، قبل ما نبتدي نتكلم عن مهارات البقاء نتكلم عن بدايه زيارتك للسيوة. هل اول زياره للسيوة كانت عن دراسه فانت قلت لا انا هاجي عشان بيئه سيوة مناسبه ليا مثلا، او ان انا اقارنها مثلا ببيئه باقي الواحات او بسينا، ام ان الزياره كانت رحله عابره ضمن رحلات عديده يعني بتيجي لواحات سيوة؟ زياره السيوة كانت من 9 سنين، اصدقاء قالوا لي تعال نروح سيوة وكده، كنت اسمع عنها بس ما كنتش عارف عنها معلومات كتير. اللي احنا خدناها في الدراسات الاجتماعيه، يعني معلومات قليله ان هي واحه وكده. فلما جيت هنا اعجبت بالناس، يعني لقيت الناس هنا مختلفين خالص عننا، يعني في طيبه جامده قوي وفي ثقه كده تعرف تثق فيهم بسهوله ويثقوا فيك بسهوله، ولو جبت ضرر لحاجه صغيره عندهم غصب عنك، يعني زي مثلا عجل كسرناه مش عارف ايه، تلاقي الشخص متسامح. يعني انت اجرت اول بدايه اجرت عجل ولفيت بقى في المعالم الاثريه والسياحيه اللي في الواحه، فالعجل يعني نتيجه ان الطرق مثلا يعني فيها في مشاكل ومطبات وفي امطار، فيعني شويه حاجات كده حصلت للعجل، فالناس تعاملت مع الموضوع بسماحه. يعني بسماحه، نعم. بس ولما رحنا السفاري هنا في الصحراء وكده وعجبت بالصحراء وقلت لازم اتعايش في المكان ده، وكانت الفكره جايه من هنا يعني. تمام. انا عاشق للتصوير وبحب اوثق كل حاجه بعملها، وهو ده يعني سبب الناس تعرفني دلوقتي. جميل جدا. طيب الخروج للصحراء او للوديان او للسهول او لاي بيئه كانت، هل في علم مهارات البقاء انتوا اولا بتصنفوا البيئات؟ تمام. يعني الصحراء مثلا في 3 فئات فيها معروفه، الصحراء الملحيه ودي موجوده في سيوه، الصحراء الصخريه ودي موجوده في شمال سيوه، والصحراء الرمليه دي موجوده في جنوب سيوه. تمام. ده بالنسبه لبيئه سيوه، ده بيئه الصحراويه. تمام. البيئه الصحراويه الغالبه في مصر، غير البحر بقى والسافانا والحاجات دي بتبقى قليله في مصر، بس هي الصحراء الغالبه في مصر. تمام. هل البيئه اللي في سيوه مشابهه ليها مثلا في سانت كاترين، في دهب، في راس محمد، مشابهه ليها مثلا في الوادي الجديد، في الواحات البحريه يعني، ولا كل مكان مختلف تماما عن الثانيه؟ لا، هي سيوه مش هقول هي الافضل ليا طبعا، بس هي فيها اختلاف طبعا، لانها بوابه الصحراء بحر المال الاعظم. تمام. فهي بوابه البحر المال الاعظم، مفيش بوابه في مصر زيها. الغرود اللي هو الكثبان الرمليه ارتفاعها ممكن يوصل ل 90 متر، ف 90 متر والارتفاعات الكبيره دي مش موجوده في اماكن ثانيه، في الواحات الثانيه او كده، او موجوده في الفيوم وكده، لا. يعني هي مختلفه. لا، سيوة مختلفة، عشان كده بتجذب الناس ليها، بتجذب السياح ليها. بس طيب علم مهارات البقاء، العلم ده يعني موجود من زمان قوي، ولا احنا عشان يعني بقى فيه مستكشفين ورحالة من زمان فهم عارفين العلم ده؟ يعني لو زمان كنا بنتكلم على واحد زي مثلا احمد حسنين باشا، كان مثلا بيحب يرتاد الصحراء، او يعني شخصيات كتيره جدا في التاريخ، الملك فاروق كان واحد من الناس اللي كان يعني بيحب قوي ان هو يلف في الصحراء وفي بعثات وكلام من ده. فبالتالي هل العلم ده كان له اسم يعني قديم وتسمى دلوقتي علم مهارات البقاء، ولا
يعني تم يعني استحداثه مؤخرا يعني. هو ما كانش ليه اسم في الاول صح؟ ما كانش له اسم. الانسان اول ما بدا في الارض اصلا مع يعني علم البقاء يعني تمام. اتعلم من الحيوانات، اتعلم من الطبيعه اللي حواليه، بدا يجرب يعني. الانسان بدا بالتجربه، يجرب النبات ده ينفع يعالجه ولا لا، بدا يجرب وبدا يسجل الحاجات دي ويعلمها لاولاده. فالناس الاصليين او السكان المحليين للمناطق زي سيوة وسيناء والمناطق دي لسه عندهم المهارات دي. فناس ناس زينا او زي او الاكبر مني يعني سجلوا الحاجات دي وكتبوها في كتب وسموها علم المهارات البقاء. جميل. بس وبيستخدموها بقى في البريه ممكن يعني لو فسرنا المصطلح يعني ما المقصود بعلم مهارات البقاء؟ ان انا اتعلم ازاي ان انا اتعايش في بيئه المكان. ده علم مهارات البقاء، ده الفطره بتاعتنا اللي احنا بنعرف نتعايش بيها في المدن او في اي حاجه في حياتنا. انت بتشرب ميه عشان تعيش، انت بتعدي الشارع بطريقه معينه علشان تعيش وتعلم اولادك. برضو الطبيعه ليها طرق معينه للبقاء، البدو عارفينها اما احنا بنعلمها للناس اللي هي مش عارفاها زي اللي عايشين في المدن وهم نعم. دلوقتي عددهم مليارات في العالم يعني. طبعا طبعا طبعا. طيب هل في شخص على مستوى العالم انت بتتابع بقى الفيديوهات بتاعته على اليوتيوب او بتتعلم منه او بتعتبره الرائد بقى بتاع العالم اللي الناس كلها بتتعلم منه؟ وهل عندنا شريحه كبيره في مصر في هذا العلم ولا مازال عدد محدود يعني؟ بصفتي قريب لموضوع مهارات البقاء وببحث دايما على ناس شبهي في الموضوع ده. وفي ناس بس ما فيش مجتمعات يعني، ما فيش فريق او فرق يعني متحده فعلا وبتعمل مهارات بقاء فعلا يعني. اي مسمى جمعيه مش بتلبس مش بتلبس مثلا مش مهم مسميات اصحاب. لا مش اقصد مجموعه يعني مش بتلبس مثلا لبس بدائي شويه او بتعرف تتعامل في حياتها بدائيا او يعني شايفه البقاء ده بصوره كامله في حياتها مش مجرد تعليمات وخلاص او وقت معين من حياتهم. لا في ناس بره الوطن العربي كله عايشه اسلوب اللي هو البقاء ده مع انهم اصلا من المدن يعني. تمام. اللي هو انت بتشوفهم في ناشونال جيوغرافيك. اما بالنسبه للناس القدوه هو في الوان كتير في علم البقاء، كل واحد ليه لونه. فانا بحب واحد اسمه بيرجلز، ده يعني اللون بتاعي بحبه اكتر. بس يعني مش بتعلم منه بس، لان في ناس تانية يعني عندها معلومات اكتر منه وفي ناس كتير عندها معلومات اكتر منه. فبس انا ده اللون بتاعي يعني اللي هو بيرجلز. اي شخص انت ممكن تاخده معاك كده وتدربه ولا محتاج مواصفات معينه للشخص اللي المفروض يتعلم مهارات البقاء؟ مش بغض النظر عن هو بيشتغل ايه، اقصد الاستعداد النفسي والبدني للشخص اللي بيتعلم مهارات البقاء المطلوب. هل مثلا بنيان معين، تركيز، قوه تحمل مثلا في الاعصاب، يعني ايه المواصفات يعني؟ هو مواصفاته يكون ناوي يستقبل المعلومه وتدريجيا بنشيل منه الخوف يعني. ممكن يكون ناس يعني اقول لك مثال، الناس مثلا اول ما بتيجي سيوة بتطلع سفاري في ناس تقول لك لا 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 السفاري ده احنا بنسمع عنه بقى بحر الرمال والناس بتغرق فيه والكلام ده كله. فهل ده انت بقى ده عشان اكسر عنده الحاجز ده يعني المفروض ان انت تبتدي تتعامل معاه ازاي؟ هو الشخص لو بيستجيب للمعلومه او تقدر تحاول تقنعه بهدوء يعني المعلومه دي ازاي، ده اللي بتعرف تتعامل معاه. اما في اشخاص فعلا بتبقى تقول لهم مثلا غطي جسمك من الشمس لان البدو كلهم غطين جسمهم، يقول ماشي يسمع وما يستجبش. بس لما يعدي اليوم هيلاقي ان هو جاله مثلا حرق من الشمس وكده، فهيقول ده شاهين صح. بس برضو يعني في ناس ما بتسمعش الكلام. بالنسبه بقى الناس اللي بتسمع الكلام بتحاول تختبرهم، تعرف معلومات عنهم كتير يعني، بتعرف سنهم، اتعاملوا معاه قبل كده، بتحاول تتناقش معاه الاول تعرف هو ايه حياته مرت ازاي، بتحطه في مواقف صغيره تعرف هو مستواه قد ايه، ومن هنا بتعرف تدخل له بقى مداخل هو مناسبه ليه او تتكلمه بشكل مناسب ليه يعني كاساسيات وكده. اهم حاجه الانسان يحتك بالطبيعه، سيبك انت من المعلومات والحاجات دي، الكلام الاكاديمي الكلام الاكاديمي ده ما مش هو اللي بيعلم يعني. اهم حاجه الاحتكاك بالطبيعه وبعدين وتدعمه بالمعرفه بتاعتك بس. فانا بخليه يحتك اكتر من هو
ياخد شويه كلام يعني. طيب. احنا دلوقتي على مستوى محافظه مطروح، وقت بقى الزردات والخروج للصحراء او للشواطئ والوديان والسهول الموجوده في الصحراء، وبرده موسم لصيد الطيور المهاجره على مستوى يعني مطروح، خاصه مثلا في مناطق زي السلوم وبراني وناحيه مرسى مطروح والضبعة وكده. ف ايه المطلوب اللي الشخص المفروض ياخده معاه وهو رايح يصطاد، او ان هم ياكلوا ويشربوا مع بعض في قلب الصحراء يعني. ايه المفروض ان هم ياخدوه معاهم او يعملوا حسابهم عليه يعني؟ اهم حاجه الناس اللي في مطروح يعني، انا بتعلم منهم فبقول النصايح دي مش تذكره، يعني مش عشان هم مش عارفينها، لا هم عارفينها، يعني هم عارفينها وانا بتعلم من اهل مطروح. الفكره بس ممكن نقولها، بس ان اول حاجه انك تقول لحد انك رايح فين وهترجع امتى وهتعمل ايه وكل التفاصيل، وكل حد ده يقدر يجي لك او يقدر يجيب لك ناس يقدر يدور عليك، دي اول حاجه. اي حد يطلع سفاري، يطلع سياحه، يطلع تصوير، يطلع صيد، يطلع صحراء، يعمل اي حاجه، لازم يبلغ ناس ان هو ايه المسار بتاعه، ويلتزم بالمسار بتاعه، ما يخرجش عنه، او يسيب علامات طالما خرج من الطريق، يسيب علامات ان هو متجه فين، زي اسهم وكده او اشارات او بيولع حجاره بتتحط، بيولع نار او جرم حجاره او كده. بعد كده تبص بقى على الجو، يعني تتابع الطقس. دلوقتي كلنا نعرف نوصل للطقس، تتابع الطقس، هل في سيوله هتحصل، هل في امطار، هل وتتجنب اوقات الامطار الوديان وكده، لان الوديان بيحصل فيها فيضانات مفاجئه. تتكلم مخرات السيول، حتى لو طلعت صيد بحري بتتابع الطقس، فمعظم الحوادث اللي بتحصل للاسف بسبب عدم متابعه الطقس، وبسبب عدم الشخص حاسب كميه الميه وكميه البنزين يعني او الوقود، بيبقى مش مرتب كويس، مش معاه امكانيه ان هو يتصل بالناس. فاهم حاجه انك تكلم الناس وتتابع الجو، دي اهم حاجه. دي اهم حاجه. واللبس، بالنسبه للبس هم كده كده بيلبسوا جلابيات بقى. لا انا بتكلم بقى اللي ما الجيل الجديد اللي لسه بيبتدي، او حد مثلا نفترض ان انا يعني حد ضيف جاي لي من القاهره، فانا عايز اقول له مطلوب منك وانت جاي من القاهره تجيب معاك 1 2 3، عشان بيئه سيوه او بيئه مطروح محتاجه مواصفات معينه يعني. بالنسبه للبس حسب كل منطقه برضو، بالنسبه للصحراء بتلبس لبس عباره عن طبقات خفيفه كتير، الطبقات دي بتحميك من الجو الخارجي او يعني من عوامل الجو الخارجي زي الشمس، مش بتجيب حرق شمس، بتحبس العرق لان الجو جاف، لازم تحبس العرق جواك عشان هو ده يعني مخزون. التبريد ده وسيله التبريد للجسم، فلازم العرق يفضل على جسمك، وتكون مغطي راسك ومغطي رقبتك، ويفضل تكون بارد راسك وبارد رقبتك وقت الحر. اما في الظل بتغير هدومك وبتخلي العرق اللي على جسمك ده ما يبقاش موجود، بالذات بالليل وكده يعني. في الليل بتغير هدومك وتخلي هدوم جافه، مش هدوم مبلوله عشان ما تبردش، وتبقى لابس جاكيت، لان بالليل في الجو الجاف حتى في سيوه في اغسطس بتلاقي الجو برد بالليل، فبتبقى معاك جاكيت ومأمن نفسك، والفاير النار بتاعتك تبقى معاك، او يعني تعرف تولع نار وكده. طب هل في مثلا اكلات معينه، اعشاب معينه بتحميك مثلا من انك تتعرض لضربات شمس، او مثلا تاخد حاجه من الصيدليه يعني، بدون ذكر يعني اسماء الادويه بالتحديد يعني، ولكن هل في حاجه معينه من ضمن الاحتياطات بتاخدها معاك يعني تحسبا لاي حاجه؟ هو في بص، هو في شجره اسمها التيت هنا في سيوه، ايوه اللي هو يعني شجر الاسل. نعم. الاسل هو التيت. نعم. دي بيبقى عليها ملح، الملح. نعم. عموما هو الندى اللي بيتساقط عليها بنشوفه، هي لا هي على طول عرقانه كده عليها ملح. تمام. شجر الاسل مثلا. نعم. اي هو الملح يعني، الملح ده لما يكون في صحراء وكده، لما تضيفه على شويه ميه، ده بيبقى مهم ليك جدا عشان انت بتفقد ملح وبتفقد ميه في العرق. ودي وعلى فكره المشروب اللي انت بتتكلم عنه يا محمد ده احنا بنعمله في سيوه، احنا عندنا يعني كلنا في مطروح عارفين يعني موضوع اكله الضحويه والكلام ده، فاحنا بنجيب لما بيجي المزارعين في وقت جمع، خاصه جمع محصول البلح والزيتون، بنيجي على الساعه 10:30 11 الصبح،
بنعمل بنجيب ليمون وبنعصره مع الميه بدل ما نحط سكر والحليله بنحط معاه ملح، فبالتالي بيبقى يعني حاجه مل يعني ملح كده بتحمي الجسم من ضربات الشمس والكلام ده كله. فدي اصلا حاجه موجوده في سيوه من زمان واحنا بنقولها للجيل الجديد برضو او لحد جاي من خارج الوحده. طيب دي اول حاجه. اي حاجه تانية؟ في لو انت عايز تاكل منتشر برضو في منطقه مطروح الهلوك. الهلوك ده بيبقى نبات يعني بيطلع كده متطفل على نباتات تانية، ده بيبقى البدو يعني بياكلوه وبيحطوه مع الشاي، ممكن يسخنوه او ساعات بياكلوه ني، انا باكله ني ساعات يعني. هو طعمه عامل زي قلب الخس ان شاء الله. طيب محمد، انا دايما بشوفك وانت بتصور بتركيزات عاليه جدا وبتعمل زوم على الحشرات على الزواحف على النباتات اللي موجوده في قلب الصحراء، هل ده مجرد توثيق ولا انت بتدرس كل نبات او حشره او حاجه من الحاجات اللي انت بتصورها وبتشوف توظيفها ازاي في قلب الصحراء، ولا مجرد ان انت بتشوف حاجه فانت حابب ان انت توثقها مش اكتر يعني؟ انا يعني مش الفكره ان انا بصور الحاجات دي علشان انا عارف اقول للناس هي ليها فايده او مضره. تمام. فانا قبل ما اصور بقرا عنها، ببحث عنها. تمام. بشوف اصحابي يقولوا عنها ايه، ادور على اي معلومه عنها، اشوف بقى هل البدو بيستعملوها ولا لا، هل هي مفيده للجسم ولا لا. لما تكون مفيده بعمل عنها حلقه، مش مفيده برضو ممكن اعمل عنها حلقه ان انا اتكلم عن الاضرار بتاعتها او الفوائد بتاعتها. تمام. وفي اختبار للنباتات السامه ده برضو بس لازم يخلص في 24 ساعه. الاختبار ده انك النبات بتحطه على اماكن حساسه او رقيقه من الجلد. تمام. زي تحت الكف، ده بيختبر النبات، تجيب النبات تحكه في المكان ده وتبني الجسم. ايوه بس بناء على ان انت قريت عنه. لا 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 ده مش اي حد يعني. لا 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 ده النبات اللي انت شاكك فيه ان هو ممكن يتاكل او لا. يعني كل النباتات السامة ممكن تعمل الطريقة دي، لو هل جابت احمرار في الجسم وكده يبقى دي سامة، لو مش جايبة احمرار في بقى حاجات مراحل تانية طويلة يعني هنقولها بعدين. تمام. هل انت يعني علم مهارات البقاء، ودايما ده السؤال اللي بيطرح في الفترة اللي احنا بنعيش فيها، هو علم مهارات البقاء علم تكميلي يعني ناس بالبلدي كده رايقة وفاضية، ولا علم اساسي وانت بتشتغله وبتاكل منه عيش؟ هو علم البقاء طبعا بالنسبه للناس كلها في رايي ان هو اساسي، بس بمستويات يعني. تمام. في مستويات متدنيه او قليله دي لازم كل الناس تكون عارفاها، الاساسيات الاوليه. يعني لازم يكون كل واحد يعرف يولع نار، لان في ناس في المدن لو جبت له خشبه تخينه كده وكبريت مش عارف يولع نار. هو بس زمان كانوا يعرفوا فكره احتكاك الاحجار مع بعض. في العصر الحجري. لا يعني بقول لك حتى لو معاك كبريت ولاعه، في ناس فعلا لو تحديتها وقلت لها خدي ولاعه نار ومعاها خشب اهو مش عارف اولعها نار. ده حاجه اساسيه يعني المفروض الناس تكون عارفاها وكده. اما علم البقاء شايفه ان هو في مستوى اساسي زي المعلومات اللي انا قلتها من شويه اللي هو الجو وكده، وفي حاجات متقدمه دي بقى للي حابب يبحر فيها، بس هو لازم يكون عند ناس عندها معرفه البقاء، لان اي حد ممكن عربيته تعطل على الاقل نفسيا يعرف يدير الموقف يعني، يبقى مع اطفال يبقى يعرف يدير الموقف، ان هو لازم يكون هادي. الخوف مش مشكله، اهم حاجه ترتيب الاولويات، زي يكون معاك ورقه وقلم ترتب فيها الاولويات بتاعتك، تفكر ازاي. ده حاجات اصلا بتنفع في اتزان نفسي في حياتنا اصلا. هو علم البقاء يعتمد يعني بنسبه كبيره جدا على العامل النفسي. تمام. بس يعني هو مهم لكل الناس يعني. تمام. طيب برضو لو حد بيسمعنا وحابب ان هو يعني يمشي في الموضوع، يعني يمشي في موضوع مهارات علم البقاء ويبقى مدرب ويشتغل في المجال، هل ده نوع من الرفاهية للشباب دلوقتي اللي عايز يدور على شقة ويتجوز ويعيش الحياة، ولا لا دي حاجة مربحة وممكن تجيب فلوس وعادي يعني اعتبرها وظيفة وتشتغلها يعني؟ هو العلم البقاء ده عايز واحد بيحبه قوي ومخلص ليه وبيضحي ليه. تمام. فلو واحد بيدور على المكسب مش عارف هينفع، مش عارف يخش فيه خالص.
بس في ناس يعني في بقى انت شطارتك في انت عندك حب الحاجه وبتمارسها، فانت وشطارتك في موضوع الفلوس ده يعني دي حاجه انت وشطارتك، بس هو لازم حب ليه يعني، لو دخله مجرد المال مش هينفع يعني. هو اللي قال لك كان المدربين كتير دلوقتي في العالم هم عددهم قليل اصلا، عددهم قليل مش يعني مش المجتمعات قليله بالنسبه للناس يعني اللي هو في العالم كله عددهم قليل جدا. يعني ممكن ابقى مصاحب كذا واحد وعارفين بعض يعني. طيب هل فكره ان انت تمشي في المجال ده كان من صغرك يعني، من وانت صغير كده تحب يعني تعيش التجارب مع الصحراء مع السفر مع الترحال الكلام ده كله، ولا المساله يعني زي ما بيقولوا كده طقت في دماغك فجاه كده في لحظه فارقة من عمرك فقررت ان انت تمشي في المجال يعني؟ مهم تلاحظ من صغر ابنك يعني، تلاحظ هو بيهتم بايه. تمام. لازم تخليه يحتك في حاجات كتير. انا كنت بهتم بقصص اللي هو روبنسون كروزو، الادب الرحلات او ادب السفر او الادب اللي من النوع ده يعني، فكنت بهتم بالقصص دي. ابن بطوطه بقى. كنت بهتم بالسفر والحاجات دي والحاجات الغريبه دي. وفي اعدادي واحد حكى لي موضوع السفر وموضوع الصحراء وهو بيشتغل في الصحراء، وقال لنا في المدرسه يعني حكى لنا الموضوع ده، فرحت في البيت وقلت لماما انا هشتغل في الصحراء يعني. فانا في اعدادي قررت الموضوع ده. فلازم طفلك تخليه يجرب حاجات كتير ومن صغره، احسن ما يعرف الحاجات دي حتى من اعدادي يعني، يعرفها من صغره جدا، ولما تكتشفها ادعمه فيها. لو ابنك بيحب الزراعه ادعمه فيها، هتقول مثلا الزراعه مستقبلها مش قد كده، سيبه هو طالما هو قرر ان يبقى ناجح في المجال ده هيبقى ناجح. فلا ادعمه في اي مجال. فانا عرفت الصحراء وانا في اعدادي، بس انا كنت عندي اصلا الرغبه دي من صغري يعني. جميل. بس تمام. يعني هي دعوه برضو للاسر ان هي فعلا يعني تشوف اهتمامات ابنائها من هم صغيرين، بحيث ان هم فعلا ينموا عندهم القدرات والكلام ده. طيب محمد انت بتلف في سيوة على رجليك ولا بعربيه، ولا يعني الوسيله المناسبه اللي انت المفروض يعني تمشي بيها؟ وهل وانت بتمشي مجرد زي اي واحد كده ماشي في الطريق، ولا انت ليك يعني تركيز في طريقه معينه على كل صغيره وكبيره وانت ماشي على مثلا على البحيرات في الصحراء وانت راعي عيون الميه وسط اشجار النخيل؟ يعني بتتعامل مع الموضوع ازاي كشكل احترافي بعيد عن الناس اللي زي حالتنا يعني مجرد ان هو عايز يوصل للمشوار بتاعه؟ عمرك هتستكشف مكان حتى وانت راكب عجله، لازم تمشي على رجليك. تمام. هو المشي على رجلين ده اهم حاجه، تمشي بالراحه وتشوف حواليك على اليمين وعلى الشمال الاماكن اللي انت مهتم بيها، تشوف الطبيعه. ف عشان اوصل لمكان ممكن امشي، ممكن اركب عجله، ممكن اركب مع اي حد. هل انت بتدرس المكان وانت رايحه قبل ما تروحه؟ يعني لا، انا عشان امشي يعني عشان اوصل لمكان ممكن اركب اي حاجه. تمام. ممكن امشي حتى. تمام. بس عشان ابقى اكون فيه واستكشفه لازم امشي فيه، ما اقدرش اعمل اي حاجه غير ان انا امشي فيه، فلازم المشي هو اللي يخليك تمشي بالراحه وتشوف كل حاجه. ايه تاني؟ انت بتتعامل بقى يعني مع مثلا الزواحف، مع الطيور؟ ساعات بشوف كده يعني بتصور كده بتركيز عالي قوي مثلا الزواحف والحاجات دي، يعني انت بتاخد بالك منها ازاي؟ يعني حاجات صغيره كده جدا موجوده في الارض وكده، هل يعني تركيزك ليها يعني بيجي ازاي؟ انا الزواحف بالنسبه لي او الكائنات او النباتات يعني بشوف النبات، ببص تحتي اشوف في تحتي حاجه زحفه ولا يعني سحليه، احاول احدد نوعها يعني، واشوف هي قابله للاكل ولا لا بحسب نوعها يعني. الابراص مش باكلها، السحالي كلها باكلها، وليا فيديوهات يعني موجود على اليوتيوب موثق يعني الكلام ده، فانا باكل الكائنات دي يعني، تعابين باكلها. بحاول اعرفه من الاشكال والصور اللي انا حافظها للتعابين. ف يعني الواحد لو حابب لو قابل تعبان المفروض ما ياكلوش اصلا يعني، لان دي كائنات مش في مصر يعني مش بتضرك يعني، هي اصلا في حالها وانت في حالك. بس لو انت في حاله بقاء، انا يعني عشان مدرب بقاء فبحاول اتمرن عليها، بقطع راسها او بتعامل معاها باسلوب يعني احتراف شويه، انا اقطع راسها وكده واظبطها يعني عشان اكلها يعني. بس طيب هل انت يعني
مارست موضوع التدريب، يعني دربت ناس قبل كده في دورات تدريبية بخصوص يعني علم مهارات البقاء. دورات التدريبية عملتها في مثلا الواحات البحرية، الشغالين في السياحة البيئية كانوا اللي بيطلعوا الجلف الكبير وكده، يعني كان ليا الشرف برضه لو كنت داخل معاهم ان انا ادربهم، كنت داخل معاهم ان احنا بنتبادل لان عندهم معرفه وانا عندي معرفه. تمام. بالنسبه للناس اللي في مصر يعني القاهره، انا دربت ناس كتير في مصر، يعني في وادي دجله عندنا محميه اسمها وادي دجله، فدربت ناس كتير. تمام. وهنا في سيوه شويه لان انا بحب هنا اكون لوحدي في سيوه، مش بحب قوي اكون مع الناس. لان مهتم بالتصوير لوحدي اكتر من ان انا ادرب ناس هنا. جميل. طيب يعني كلمة أخيرة بتقولها سواء للناس عشان تتعامل مع الصحراء، يعني نقول كده رشدة سريعة كده، واللي حابب إن هو يتعلم مهارات البقاء يعني المفروض إن أول خطوة يعملها إيه؟ والله اللي حابب يتعلم مهارات البقاء يتفرج على فيديوهاتي. تمام. موجودة على اليوتيوب. اكتب مثلا محمد شاهين مهارات البقاء هتعرف الفيديوهات بتاعتي. تمام. في كتب عن علم البقاء، في كشافة منتشرة في المدارس، كشافة ممكن تروح تتجه ليها. النصيحة بقى للناس يعني انطلقوا، يعني ما تقعدوش في طبعا في مطروح مش بقولهم المعلومة دي قوي، هم منطلقين. تمام. بس يعني عندنا الناس مش منطلقة، فأنا بقول انطلقوا في استكشفوا في البرية وكده، لأنها تظبط حياتك. الضغوط اللي بنشوفها في المدينة وبنشوفها مع الأسرة لازم نفصل عنها شوية. وأنا تعودت هنا في سيوة إن الأهل يعني الراجل ساعات ياخد كده ساعتين يطلع الصحراء عشان يفك راسه شويه. جميل. يعني فكوا راسكم واستمتعوا يعني بس. شكرا جزيلا. يعني كانت هذه هي رساله عن هذا الصباح، ويعني قضيناها معا مع مدرب مهارات البقاء محمد شاهين. كانت هذه هي الاطلاله والرساله من صباح الخير يا سيوه لهذا الصباح. بالفعل يعود الميكروفون الى الزملاء باستوديو الهواء بحي الزهور، فالى هناك.